أوقفوا للتجارة غير المشروع بمنتجات التبغ في موريتانيا، شعار اليوم العالمي لمحاربة التدخين المنظم من طرف وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. اليوم العالمي شهدت فعالياته عروضا مختلفة تتعلق بالتدخين والأمراض التي قد يسببها على المدخنين بصفة خاصة وغير المدخنين بصفة عامة، خاصة في صفوف الشباب. ويعتبر التجار غير المشروع بمنتجات التبغ ضار بصحتنا وبمصالحنا نتيجة العوامل التالية: تشجيع الإدمان في صفوف الشباب، خسارة ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي. التجار غير المشروع بمنتجات التبغ يشجع على الرشوة ويضعف الحكام الرشيدة. أيها السادة، أيتها السيدات، لقد أصبح التدخين إحدى مشاكل الصحة العمومية في بلادنا نتيجة تعاطيه المتزايد والمقلق من طرف الشباب من الجنسين بنسبة تقدر ب 28%. ورغم أن الحكومة الموريتانية وقعت على اتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ عام 2005، إلا أن التجار المستوردين للتدخين ما زالوا يواصلون جلبه من دول مختلفة وبيعه بأسعار رخيصة للباعة المتجولين الذين يعرضونه في أسواق وشوارع العاصمة نواكشوط دون مراعاتهم للأخطار الناتجة عنها. ويقول هؤلاء إن ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية دفعتهم لبيعها رغم خطورتها وتأثيرها على الصحة وسلامة المستهلك الموريتاني. والشم من عدل أنا هو اشتكى كندر منه 5 و10 عندي تركية تامة، خوف لعله يمشي يسرق والله يمشي يطلب والله يمشي عدل شو هذا. الحمد لله من زمن عاقب المخطايلين من زمن المخطايلين مشي المخطايل يرحمه الى ضرك احنا الحمد لله فيه. شو هاي البريده فاتوا جاونا العلات والرجال وقالوا لنا نعطوهم الفضل. الشم تصنعين نصنع وانا من راس عدل وبيدي وياك ما اصل شو وصل بخطورته يا قارس لا يتواصل. انت ما تقدر تؤدي الحمد لله عندك التركه نهل القبله هنا تياهي ورابين في القبله تخليهم ماشيين يخصون يمشي يسرق. ويبقى خطر التدخين على الصحة العمومية في موريتانيا بحاجة إلى المزيد من الجهود لمكافحته بكل الطرق المتاحة للحد من الأمراض المختلفة التي يتسبب فيها.